كثير من المراقبين لم يكونوا يتوقعوا ان يمتلئ استاد الجاينت ستاديوم في نيو جيرسي والذي يتسع لاكثر من 70,000 متفرج بهذا العدد الكبير من المشاهدين او المتفرجين. وهكذا ايها الاخوة الاحبة في وطننا العربي الكبير عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي المغربي. حكم المباراة الانجليزي فيليب دون وبيرسون روي. يمثل المنتخب المغربي الشقيق خليل عزمي في حراسة المرمى، ناصر عبد الله، عبد الكريم الحضراوي، سماحي التريكي، نور الدين نايبت، ورشيد العزوزي، وطاهر الخارج، وعزمي الحبابي، واحمد بهجت، وفي المقدمه رشيد الداوودي ومحمد شاوش. وعلى يمين الساده المشاهدين وتبدا على بركه الله المباراه. عرضيه صلح رشيد في الشوط وبرافو محمد الدعيه. محمد الدعيه كره من عزمي الحبابي وعلى طول بيصدها محمد الدعيه. صلح اكبر العزمي كان لوحده وبيشوط في طبعا متابعة عليه ولكن بيصدها محمد الدعي. عزمي الحبابي نادي اولمبيك فوربغان. داودي لا سريع لاحمد بهجت تطلع رامي تمام. رامي تمام احمد بهجت ولا احمد كيمي رامي تمام. الداودي بينقلها الى رشيد مره ثانيه لعب سريعه وطويله. عبد الجواد بيقطع بالراس وفي خطا لصالح منتخبنا الوطني على احمد بهجت رقم 23 سنه من نادي الكوكب المراكشي. تذكروا لعب في الشوط الثاني من مباراه بلجيكا بدل مصطفى وفي ضربه جزاء لسامي الجابر على طاهر الخارج. سامي الجابر وضربة جزاء لصالح المنتخب السعودي واضحة اهي داخل سامي وفي اعاقة بالكامل له. سامي الجابر هدف سامي الجابر ويسجل الهدف الاول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 7. الهدف الاول في الدقيقة 7 من ضرب الجزاء واضحة لسامي الجابر. حظ خليل عزمي ب 30 سنة و 54 مباراة دولية على زاوية وحط الكورة على يسار خليل عزمي ليسجل اول اهداف المنتخب السعودي في هذا اللقاء. ثاني اهداف L'aider Naïbet qui arrive en tarot, il est arrivé le pied en avant, وداخل الهريفي وتتلاعب مرة ثانية إلى ضربة مرمى. مرة أخرى داخل خالد مسعد وعبد الكريم الحضراوي وفي خطأ لصالح الحضراوي وحيشوط الداودي وبيشوط ويبعدها. يا سلام يا سلام يا محمد يا دعية كله هنا بيصفق لمحمد الدعية. ضربة زاوية شايفين إعادة مرة أخرى وغطاها ورحلها بالإيد الصحيحة المطلوب إنه يتابع. هذا محمد الدعية وضربة زاوية أخرى ببعدها الدعية. Oh, belle manœuvre là pour centrer devant ballon libre Chaoud qui est peu petite passe et tir de Amine Deloin numéro 13 âgé de 23 avec Daoudi qui s'amène vers son centre devant le ballon au contact de rebond c'était Chaoud. Oh joli à contrôle oui le tir de alors voilà ses joueurs. Voilà. Bien suivi par le défenseur Madani. Al-Baja qui tente de suspenser. Ahmed Bajat.
الدقيقة 26 هدف التعادل لمنتخب المغرب. شايفين عواد اندفع على رجله والكرة بعيد، مشي شاوش لوحده وعدى هوش على احمد جميل ولعبها زي ما قلت قبل ربع او عشر دقائق. بقول انه لاعب زي محمد شاوش ما ينطرق لوحده داخل منطقة ال 18 ابدا، لاعب خبرة وبيسجل الهدف التعادل في الدقيقة 27 من شوط المباراة الاول. هذه الكرة اللي عمل فيها احمد باب خبرة وبيسجل الهدف التعادل في الدقيقة 27 من شوط المباراة الاول. هذه الكرة اللي عمل فيها احمد باجد مجر بالاصابة اللي اصيب بها، لانه حتى الان امامي ماسك كتفه وتعدي من عزمي وسامي الجابر. يا سامي حلوة يا سامي، متابعة جميلة من سامي الجابر، متابعة حلوة من سامي الجابر. خالد مسعد مديه له فرصة، برافو يا فؤاد، يلا هيكمل فؤاد. وسامي الجابر من ناحية دي وبيشوط فؤاد انور، بيشوط فؤاد انور، فؤاد انور دقيقة 45 الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني ولفؤاد انور امين صاحب الهدف الدولي الاول للمنتخب السعودي. والساعة بتقفل على 45 دقيقة، يسجل النصف فؤاد انور، يقتنص كرة قوية ويخل اتزان خليل عزمي ويسجل بها هدف السبق في هذا الشوط لمنتخبنا الوطني. اذا بيعدي وتطول منه وتطلع ضربة مرمى، ضربة مرمى 48 دقيقة من شوط المباراة الأول. كانوا جنب سامي الجابر، عبد الله سليمان عرضية بسعيد عمران، يا كرة عالمية أخرى بيقدمها سعيد عمران، كرة جميلة وحنشوف ليها إعادة واثنين، كرة حلوة 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 فعلا، لو سجلت هتكون من أروع وأحلى أهداف كأس العالم. يا سلام يا شباب، هدف التفوق، بينما في الدقيقة 27 سجل محمد شاوش هدف رائع رائع ومشرف جدا 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 والحمد لله. ايضا المنتخب المغربي وضع في كارت لطلال وحضراوي بيشوط والدعيع بيصوت، برافو يا محمد، برافو يا محمد، برافو برافو، رائعة جدا. وفي طبعا التحام اللعيبة المغاربة الواقع سريع، و شايفين كرة اهي سكت داعي على دفعتين وجاري عليه طاهر الخالج، ولكن كان في احتكاك لانه كان مندفع اساسا الكرة. كرة حلوة وقوية لكن احلى الداعية وداخل واصل مع الوطني السعودي متقدم بهدفين مقابل هدف واحد. فؤاد انور وبيجرب مرة ثانية، حلوة يا فؤاد، بيشوط من مكان بعيد وبيقول له معلش، هو بالواقع ليه لازم يشوط، لازم يشوط. ادي فؤاد سجل بها هدف في اخر دقيقة في الشوط الاول، ودي كرة حلوة من شاطة باتجاه المرمى وكان ممكن انها تعمل شيء. البابي الى رشيد الداودي، برافو يا محمد، برافو يا دعية، محمد دعية عينه على كل كرة لعبها العربي الحبابي. الداودي عدى لاحمد بهجت واحمد بهجت تركها للعربي، العربي بشوط لكن بيقطع على طول محمد الدعي لمصطفى حجي، مصطفى حجي بيمررها عبد الداودي، الداودي بشوط وبالعارضه بيقوم مرة في تسلل في تسلل في تسلل، لان الكره ما ارتدت من حارس المرمى انما ارتدت من العارضه، في تسلل على رشيد داودي. يعني شوف اللعيب لوحده مسلل ورجعت من القائم. بيشوط و لاعب سريع ناحية عبد الله سليمان، دقيقة 48 الجواد بيقطعها وتعدي من فؤاد انور توصل إلى عزوزي، عزوزي إلى وشاغر المنطقة تماما بالنسبة له. على صوت المباراة الثاني سريعة وبيشيلها فؤاد انور، اي كرة محتاجة احد يشيلها بيشيلها فؤاد انور،
اي كرة محتاجة احد يسجلها بيسجلها. فؤاد انور، فؤاد انور، احمد جميل بيصد، لسه الكرة فيها خطورة هناك. 50 دقيقة وبيطلق حكم المباراة.